في هذه الحلقة من فن الهروب. وها نحن تطبق الجدران عندما أختبر خطر السحق. هذا مزعج حقا. أدفع بجسدي إلى نقطة الانهيار لأرى مقدار الوزن الذي بإمكاني تحمله. حسناً انزل انزل. حسناً حسناً. كل هذا الجهد لتنظيم محاولة هروب غريبة وخطيرة جداً. هيا، هذه آلة سحق الرؤوس. هذا ما صنعناه، آلة سحق الرؤوس. هيا. أدعى جوناثان جودوين وأنا أمارس فن الهروب. في بعض الأحيان أنجح وفي أحيان أخرى أخفق، ولكن بمساعدة صديقي مايك نيلسون وعبقري الهندسة تيري ستراود سنختبر حدود علم الهروب. قد يبدو الأمر مرحاً ولعباً، ولكن هناك منهج لتصرفات الجنونية. إذا تأتي أفكار خططي للهروب من كل مكان. أتذكر عندما كنت في 9 من عمري وشاهدت فيلماً حيث تم سحق بطل خارق أسفل سيارة. ظننت آنذاك أن هذا سيكون هروباً رائعاً. المشكلة أنني لم أكن قادراً في ذلك العمر. الآن أنا أكبر، كما أنني أجريت بحوثي وأصبحت فنان هروب محترفاً، كما أن لدي فريقاً خاصاً لمساعدتي. أظن أن الوقت قد حان لأجرب هروب السيارة. قبل أن أفعل هذا يجب أن أتعلم المزيد عن قوى الضغط والوزن. لدي مايكي، تيري والمكنسة الكهربائية لمساعدتي على فعل ذلك تماماً. قد يبدو لكم أن الفراغ لا يشبه السيارة الثقيلة بأي شيء، ولكن عندما يربط بكيس بلاستيكي رقيق يمكن أن يكون وسيلة سحق قوية. لنفتح هذا. حسناً. حسناً. يجب أن تساعدني على فتح هذا تيري. أجل، إذن أقفز داخل الكيس رجاءً. حسناً. هل ترغب في خلع ذلك؟ هل سأدخل الكيس؟ أجل، سأدخل الكيس. أخفض ركبتيك قليلاً، سأقفله من الأعلى هكذا. حسناً حسناً. إذن يتسع الكيس لك. أجل، لسوء الحظ الآن ما سنفعله هو دراسة ضغط الهواء وأيضاً قواه الساحقة. تعال إلى هنا مايك. إذن هذا هو الصمام، صمام أحادي الاتجاه. عندما أمتص الهواء من الكيس سينخفض الضغط في الداخل ليصبح أقل من الضغط الجوي في الخارج ليولد فراغاً جزئياً. كلما ازدادت نسبة الهواء الذي تم امتصاصه ازدادت قوة السحق. للتأكد من السلامة سأبقي يدي على السحاب في كل الأوقات. حسناً، سأشغل المكنسة الآن. جيد، لنبدأ. حسناً، هذا يكفي، هذا مريع. كيف كان هذا؟ لم يكن جيداً. عندما يبدأ الكيس بالتجمع حولك ستشعر بأنك مقيد تماماً. البلاستيك سيبدو وكأن أحدهم يشد حزاماً كبيراً حولك، ولكنه أسوأ من حزام. كأن الجميع تقلصوا كلياً. كابوس للجميع. التعرض للاختناق. أجل. بالنسبة إلى تيري كانت الأثار النفسية للاختبار كبيرة جداً. علي أن أتحمل قوة أعظم بكثير لأحصل على معلومات دقيقة عن مدى التأثير المتوقع للسحق على هروبي. إذن سأدخل الكيس وسيقفل تيري السحاب لمنع الهواء من الدخول ولمنع أيضاً من الخروج. ولتصعيب عملية الهروب سأبقي يداي على ركبتي بينما يسحب تيري ما يكفي من الهواء لجعلي غير قادر على الحركة. حسناً، ها نحن. أخذت نفساً عميقاً وسريعاً لأحاول إشباع دمي بالأكسجين قبل أن يتم إقفال أنفي وفمي كلياً بالبلاستيك. هذا ضيق، أنت بخير؟ حسناً، أجل، ضيق جداً. حسناً، حسناً، انتظر لحظة. أجل. علي أن أرفع يدي لأحصل على الارتفاع الذي أحتاج إليه لأثقب الكيس، أمزقه وأحرر نفسي. والكلام أسهل من الفعل بالتأكيد. هذا مزعج حقاً، رأيت هذا في فيلم رعب ذات مرة. الأمر يزداد عنفاً في الداخل. هذا فظيع. جيد، لا أصدق. هذا فظيع. هل أنت بخير؟ أجل، كان هذا مخيفاً. مخيفاً بالفعل.
لم أقل كلمات أكثر حكمة من هذه سابقاً. لا تجرب هذا في المنزل. أجل، بالطبع هذا مخيف للغاية. فكل شيء يبدأ بالانكماش حولك، وهذا بالفعل تشعر بكأنك تتعرض إلى السحق. لا تستطيع التنفس ولا تستطيع التحرك. كنت أحاول رفع ذراعي حتى أتمكن من استخدام قوة كتفي أو أي شيء آخر لمحاربة القوة. لم أكن قادراً على التحرك. لا أعرف مقدار الضغط الذي كان في الداخل ومقدار القوة الذي كنت أشعر بها. حسناً، لقد تعرضت لضغط جوي، هو تقريباً كيلوغرام في السنتيمتر المربع، لكن بسبب الكيس البلاستيكي حصلت على أقصى قوة كبح يمكن توفيرها. لقد رأيت بنفسك ما حدث. كيلوغرام في السنتيمتر المربع حولي. تماماً. أجل، لكن وجهك كان يبدو رائعاً. حقاً، فاجأني حقاً أن الضغط الجوي قادر على ممارسة هذه القوة على جسدي، ولكن يجب أن أجرب ما هو أكثر خطورة. سأحاول فعل ما رأيته في فيلم الأبطال الخارقين. هذا فظيع. هذا هو تحدي الهروب من السيارة. سيكون لدينا سيارة وستدفع فوق منحدر. سأكون مقيداً أسفل المنحدر، ويجب أن أهرب قبل أن تصبح السيارة بأكملها فوقي وأتعرض للسحق. هناك عاملان مجهولان في هذا التحدي. أولهما هو نوع السيارة. سيصمم تيري آلية ستدفع السيارة فوق المنحدر، لأن وجود سائق داخل السيارة سيشكل ثقلاً زائداً. العامل الآخر هو ما سيحصل إن تمكنت من الهروب. كيف أخرج؟ سيبتكر تيري آلية أخرى يمكنني تشغيلها عندما أتحرر. سترفع السيارة عن المنحدر وعن جسدي. هناك كثير من الأمور التي يجب اختبارها، ومنها مقدار الوزن الذي أقدر على تحمله، و سأحاول معرفة هذا. إذا كنت تريد تمرير سيارة فوق نفسك، تحتاج إلى تيري ستراود، لوح، وبطيخة. لا أعرف لماذا، ولكنه سيشرح. لن يصعب الشرح. لا، أنا أفهم هذا في الواقع. أجل. هذه تمثلني، لأنها قاسية من الخارج ورقيقة ولزجة من الداخل. هذا ليس بعيدا. إذن أولا سنختبر الوزن على البطيخة، وثانيا الوزن على هذا الأحمق. سيساعدني اختبار البطيخة في بداية الأمر على تحديد تأثير الحمولة والبنية على السحق قبل وضع جسدي على المحك. إذن لنضع اللوحة على البطيخة. 24 فاصل. الآن نحتاج إلى شيء ثقيل لنضعه على اللوح. ماذا سيكون ثقيلاً؟ حسناً، رائع. أجل، ها أنت. تعال إلى هنا وأنا سأحلل بنية البطيخة. هذا علمي جداً. ومن ثم البطيخة. تم تدمير السلامة البنيوية لأول بطيخة لأنها كانت ناضجة وإسفنجية. الآن سنختبر بطيخة أكثر صلابة لتحديد تأثير البنية على قوة السحق. ليس سيئاً. لدينا سترة وعليها كلاب. التقطت بطيخة بهذا الحجم سابقاً. كانت البطيخة ذات البنية القاسية قادرة على تحمل وزن 90 كيلوغراماً وكانت صامدة. سنلصق أوزاناً بين 4 كيلوغرامات و 9 كيلوغرامات بمايكي. هذا ثقيل جداً. مهلاً. هل بدأت تسحق؟ كم كان الوزن؟ كم كان الوزن عليها؟ 217. 217 كيلوغراماً؟ نعم، أنت على حق. على تلك البطيخة؟ إذن 217 كيلوغراماً. ها أنت بخير؟ أنا بخير. أظن أن علي إجراء الاختبار لمعرفة الشعور. إذن لننزع الحمل عنك. أنا متشوق للوقوف عليك. في الفيلم هبطت سيارة على عضلات البطل الفولاذية. للأسف عضلات بشرية، لذا يجب أن أختبر الأمور بالتدرج. حسناً، أنا مستعد الآن. حسناً، هذا شديد بالفعل. حقاً؟ نعم، كان السحق سيئاً بالفعل مع وقوف مايكي على الطرف الآخر من اللوح، وسيزداد الأمر سوءاً عندما يتحرك مركز الجاذبية ليصبح فوقي. هل شعرت بهذا؟ حسناً، ابدأ بوضع الأثقال عليه. ماذا تضع الآن؟ سأضع 9 كيلوغرامات. 9 كيلوغرامات. تابع حتى أطلب منك التوقف. حسناً، لدي 20 أخرى، دعني أعلقها. يجب أن تكون آمنة، وهذه 20 أيضاً. ما رأيك الآن؟ سيصبح الوزن 140 كيلوغراماً. هذا 4 كيلو ونصف الكيلو. لا، ضع فقط الثقيلة منها. فقط الثقيلة؟ افعل هذا تيري. حسناً، لا بأس، هذه 9 كيلوغرامات. ضعه في أي مكان. سأضعها هنا. لن يتحمل المزيد. كانت عضلات معدتي قد بدأت تنسحق. لم أكن أعرف إن كنت قادراً على تحمل المزيد. تيري، عندما يتوقف عن التنفس ابتعد عن الطريق. يجب أن أنزل. حسناً، انزل، انزل. حسناً. هل أنت بخير؟ هل أنت بخير؟ هذا مؤلم.
حسناً، مهلاً، لنقم بالحساب. 22 و 18 أضفنا 40 كيلوغراماً. لم أعد قادراً على تحمل الصحق عند وزن 165 كيلوغراماً. من الواضح أن سلامة بنية بطني ليست قادرة على تحمل الضغط الذي سأشعر به في هروب التالي. أنا لست بقوة البطيخة. صدق أو لا، أكره اقتراح هذا، ولكن رأسك مزود بشكله الصحيح بقوة أكبر من قوة جسدك. وما هو الشكل الصحيح؟ على الجانبين. على الجانبين يكون أقوى؟ أجل، لكن الرأس قد يتعرض إلى فشل كارثي. فالرأس يمكن أن يسحق على الفور. تماماً. تحملت كل من البطيخة الناضجة ومعدتي وزناً خفيفاً حتى وصلتا تدريجياً إلى نقطة الانكسار التي تدعى التشوه المرن. وفقاً لتاري، قد يكون رأسي مثل البطيخة الثانية التي تحملت وزناً أكبر ولكنها مرت بانهيار مفاجئ يدعى الفشل الذريع. إذن أظن أن جسدي لن يكون قادراً على تحمل هذا الضغط، لكن هناك فرصة كبيرة بأن يتحمله رأسي وأنا مستعد. إذن السيارة فوق الرأس. حسناً. التالي يبدأ هروبي بسرعة شديدة. هذا ليس جيداً. أريد تذكيركم بأنني محترف، فلا تجربوا هذا في المنزل. في هروبي الأول شعرت بالقوة الكاملة للضغط الجوي، ومن ثم اكتشفت كيف تؤثر السلامة البنيوية في عملية السحق. سأقدر أخيراً على تأدية الهروب الذي حلمت به منذ كنت في 9 من عمري. حسناً، إذن سيكون التحدي بالفعل سيارة فوق الرأس. ستكون السيارة على المنحدر وسيمثل حجر الطوب رأسي. صحيح، لكن في الوقت ذاته سبب رغبتي. هذا صحيح، ولكن في الوقت ذاته هو دافعي في ذلك. حسناً، إذن ستدفع السيارة فوق المنحدر عن طريق مقبض تحكم يدوي مربوط بشجرة. سيوضع جهاز التحكم داخل لعبة أطفال مبرمجة وسيتم تفعيلها من كمبيوتر تيري. كل ما علي فعله هو ضغط هذا الزر على الكمبيوتر، وسيبدأ بضغط الزر في غضون ثانية والنصف تدريجياً. سيتحرك المقبض ببطء نحو أعلى 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 أعلى، وعندها سيزداد الوزن على رأسك تدريجياً. كل هذا بسبب اللعبة. إذن ستعمل لعبة أطفال على سحقي كلياً؟ أجل. بطريقة ما شعرت بأن وجود لعبة أطفال في الهروب المستوحى من فيلم عن بطل خارق كان أمراً لائقاً، ولكن قبل خوض التجربة سأضع السيارة فوق المنحدر لأختبر نظام تحكم التيري باللعبة عن طريق المقبض. أريد التأكد من عدم وجود خلل قبل أن أخاطر برأسي. حسناً، ها نحن. إنها تصعد المنحدر، السيارة تتحرك. أعرف من اختبار السلامة البنيوية أنه عندما اقترب مركز الجاذبية الخاص بمايكي ليصبح مباشرة فوقي، سرعان ما شعرت بأنني غير قادر على تحمل الشعور بالصح. حسناً، انزل. حسناً، انزل. حسناً، كم تحركت؟ حوالي 20 سنتيمترا. أمامنا 45 سنتيمترا. أجل، بسهولة. كافية. مع كل السنوات التي تخيلت فيها هذا الهروب، رؤية السيارة تصعد المنحدر وسماع صوت اللوح بدأ يخيفني حقاً، ولكن كان من المستحيل أن أتراجع الآن. لنحركها إلى أعلى. حسناً. لنحركها. إنها فوق رأسك مباشرة. قليلاً بعد، هنا تماماً. لم يفت الأوان بعد على تنفيذ هذا مع عربة غولف. أريد أن أنصح فقط. يبدو أن نظام تحكم المقبض كان يعمل بشكل لائق، ولكن عندما أتخلص من قيدي، علي أن أبعد السيارة بسرعة عن رأسي. أحضر تيري مقبس هواء سيتضخم خلال ثوان معدودة لاستخدام عادم السيارة، وسيكون قربي جهاز مصمم لتشغيل محرك السيارة عن بعد. أحضرت لك جهازاً لاسلكياً، كل ما عليك فعله هو الهروب وضغط الزر فقط. هذا رائع. إذن أنا مقيد، السيارة فوق رأسي، علي أن أهرب. أضغط الزر والوسادة الهوائية ستعمل على رفع السيارة عن رأسي. إن أصبح هذا سيئاً وأصبح مؤلماً جداً، عندها يمكنك إيقاف المقبض وتضخيم هذا بشكل أجل. يدوي. يمكنني فعل هذا. إذن لننزل السيارة، لنرفع الوسادة الهوائية
ونضع رأسي في الأسفل. هذه هي الخطة. أجل، أنا هنا لأجلك. حسناً، أعرف ما الذي ستقوله. ستقول سيكون رأسي في وضع سيء جدا هناك. هذا صحيح بالفعل. حسناً، لكن لدي الحل. قمت بتدفئتها، لم أكن أريد أن تبرد. أمسك بهذه، يبدو خائفاً، ولكن هذه... ماذا يمكن أن أفعل بها؟ سترى. مايكي، أترى كيف ستعمل؟ إذن سيتم تزويد رأسي بوسادة هي عبارة عن باطن حذاء تاري. الآن يجب أن أتحدث عن القيود، وأردت استخدام شيء بسيط. لا أعرف إن كنتم رأيتم هذا من قبل. هذه أصفاد للإبهام، والمثير للاهتمام حيالها هي أنه على نقيض المعصم الذي يتمتع بنقطة ارتباط محدودة. لدى الإبهام عدة نقاط ارتباط هنا وهنا، ويمكن أن يتحرك أفقياً أيضاً بفضل هذا المفصل. هناك حركة أكثر بكثير من الإبهام، إذا من المحتمل الحصول على استرخاء أكثر هنا. هل سيكون هذا مؤلماً؟ أجل، سيكون مؤلماً بالفعل. في الواقع هناك أسنان على الطرف السفلي من هذا، وهي موجودة هنا لتخدش جلدك وتمنحك شعوراً بالألم، فهي تتجه إلى أسفل الإبهام هكذا، وعندها ترى أنها تلسع بالفعل. استدر إلى الجانب قليلاً. أجل. حسناً. إن وضعت يدي خلفي ووضعت الإصبع الأخرى هناك أيضاً. حسناً. أنا الآن مقيد. الآن أنت مقيد. ربما فعلت هذا باكراً. أجل، فعلت هذا في وقت باكر. هذا غير مهم، هيا بنا الآن. حسناً. برهن الانهيار البنيوي للبطيخة أن الفشل الذريع لا يأتي مع إشارات تحذير، لكن تاري أكد لي برفقة فريق من المحترفين أن رأسي بشكل جانبي سيكون قادراً على تحمل وزن أثقل مما سأضطر إلى تحمله في هذا الهروب. ومع ذلك هذا بالفعل مخيف ومقلق، إذن يجب أن أحافظ على تركيزي. حسناً، الأمر الأخير، هذا جهاز البدء، الزر العلوي. أجل. الزر العلوي. حسناً. حسناً، تسرني معرفة هذا. هل أنت بخير؟ حسناً. لا أعرف شعوري حيال هذا التحدي، لا أعرف. ولا أنا. حسناً، هل أنت جاهز للبدء؟ أجل، حسناً، جاهز. 3، 2، 1، هيا تاري. حسناً. هذا مريع. هذا ليس جيداً. هذا فظيع. اقتربت من التعرض إلى الوزن الكامل. إنها تقترب. أصبحت مباشرةً فوق رأسك. هيا. هذا كل شيء. لقد نجح. إنه يمتلئ. إنه يرتفع. هل أنت بخير؟ إنه يتحمل وزن اللوح. لا، أشعر بالدوار قليلاً، وإبهامي يؤلم أيضاً. أجل، لابد أنك على وشك انتزاع. أجل، كنت خائفاً بالفعل. وصلت السيارة إلى آخر نقطة، إلى الحد الأقصى. ألم تسمعنا؟ كنا نصرخ. غاب الصوت تماماً. كنت أركز على الألم فقط لأنه كان مؤلماً كثيراً. لم أظن أنها ستصبح فوق تماماً بهذه السرعة. وهكذا كان ازدياد الوزن، كنت قادراً على تحمله، وبدأ هذا يؤلم. هذا مريع. كل ما كنت أفكر فيه هو الألم وإخراج إبهامي، لأنني فعلاً لا أظن أنني اختبرت شيئاً كهذا من قبل. إنه مؤلم إلى حد بعيد جداً. أيها الأحمق، لا تفعل هذا مجدداً أبداً. حسناً. على الرحب. كان هذا تحقيقاً رائعاً في إمكانية الهروب من السحق. كيس الخواء. تشعر بقوة السحق ولا تستطيع التنفس، تشعر بالاختناق. التجربة مع مايك جعلتني أستعد للمرحلة التالية، وأنا سعيد لهذا، رغم أنها ألمتني في النهاية. على رأسي، أنا سعيد لأننا اخترنا رأسي لتحمل هذا الوزن وليس صدري، لأنني أظن أن شيئاً سيئاً كان سيحصل لو لم نفعل ذلك. هذا ليس جيداً.
كنت متحمساً عندما اقترح تيري أن نسحق رأس جوناثان، وشعرت بأن الفكرة جميلة، ومن ثم على أرض الواقع بدأت أشعر بأننا نسحق رأسه. هيا! أنقذ رأس الموقف، كذلك رأس تيري، ولكن بطريقة مختلفة بعض الشيء. كان مخالفاً للمنطق بالفعل أن تخبر شخصاً بأن لا يضع هذا فوق أضلاعه وإنما فوق رأسه، لأن هذا سيكون أكثر أماناً. الآن لقد أتقنت السحق، وعندما أتعرض للسحق في المستقبل سأكون جاهزاً.